تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي، المركز الجزائري للسينما والمركز الجزائري لتطوير السينما بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون وديوان مؤسسات الشباب لولاية تندوف ينظمون بانوراما سينما الساحل والصحراء. كونوا في الموعد لمتابعة مختلف النشاطات المبرمجة في التظاهرة، عروض سينمائية لأفلام جزائرية بمناسبة ستينية الاستقلال، بالإضافة إلى أفلام وثائقية خاصة بالقضية الصحراوية، ورشات تكوينية في مختلف الجوانب الفنية والتقنية للسينما تحت إشراف أسماء بارزة في المجال، محاضرات وندوات فكرية ينشطها أساتذة ومختصون، ومعارض ثرية من متحف السينما الجزائرية. تقام نشاطات بانوراما سينما الساحل والصحراء على مستوى مختلف الفضاءات التابعة لقطاع الثقافة ودور الشباب، الإقامات الجامعية بولاية تندوف، وذلك من 21 إلى 25 مايو الجاري. كونوا في الموعد.